تعمل خطوط تليفونية وللتواصل مع من يريد التطعيم، لأن التطعيم سواء عندنا أو في العالم ليس إجباريا، لكن في أولوية في التطعيم هقول لحضرتك عليها دلوقتي. وبعدين في ناحية أخرى، وده بناء على قرار من سيادة الرئيس والحكومة، هيبقى فيه مراكز للتطعيم في كل مكان في مصر، كل المحافظات، مراكز حضارية مجهزة لتطعيم الفئات التي سوف تطعم، وطبعا مطلوب لها كل وسائل الراحة، لأن الأولوية هتكون هنا بعد الكوادر الطبية لكبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. وعشان كده هيبقى في أماكن حضارية مجهزة للتعامل مع الأفراد اللي هيتم تطعيمهم. في نفس الوقت شدتك أن التطعيم هيكون جرعتين مش جرعة واحدة، بينهم 21 يوم. عشان كده لما حسيتك هتولعنا حمل التطعيم، لازم يبقى عندك عدد كافي من الطعوم التي هتستخدم، ولازم تضمن سيادتك كل شخص النهاردة هيطعم مثلا على سبيل المثال يوم معين في اخر يناير او اول فبراير، هنقول له انت التطعيم بتاعك يوم كذا الساعة كذا في المكان الفلاني، وبعد 21 يوم لك تطعيم اخر، جرعة اخرى من التطعيم، لان كل التطعيمات بلا استثناء هما جرعتين وبينهم 21 يوم. فيبقى ياخد تطعيم النهاردة، عشان التطعيم يكون مؤثر وفعال لازم ياخد الجرعة الثانية بعد 21 يوم. ولهذا السبب أستاذ أحمد لازم يبقى عندك مكان جاهز، طعوم جاهزة، سلسلة التبريد اللي هتحفظ فيها هذه الطعوم التي يجب أن تحفظ بالتبريد تكون جاهزة، وأيضا جدول زمني، وحتى لا يحدث نوع من الناس تتعب أو يبقى فيه قلق، هيبقى كل واحد عارف هيطعم يوم كام الساعة كام في المكان الفلاني. وأيضا يوم ما ياخد الجرعة هياخد معاد التاني اللي هيجي ياخد فيه التطعيم. طيب سيادة الوزير، هي عملية بتجهز ليها حتى يتم التطعيم إن شاء الله. طيب أنا بتكلم النهاردة على تقريبا لما هنبدأ نقول بقى هنبدأ التطعيم في اليوم الفلاني، يكون عندنا تقريبا قد إيه، كام جرعة موجودة عندنا بشكل مبدئي؟ ولا شك هي الجدول الزمني بتاع التطعيمات ووردها موجود في وزارة الصحة، وهي هتعلن. لكن هي لازم عشان حاجة تبدأ التطعيم، يعني ما نقدرش مثلا نقول افرض ان احنا عندنا 50,000 جرعة من الأرض، يبقى 50,000 جرعة يبقى انت تطعم بيهم 25,000 مواطن، لان ما اقدرش النهاردة اديله تطعيم النهاردة وما كنتش جاهز للجرعة التانية. افرض الجرعة التانية ما جاتش، يبقى لازم انا ضامن جرعة التانية للشخص ده عشان اضمن تطعيم. وبعدين ما تقدرش حاجة في بلد كبيرة زينا ان انا اعتمد على كمية قليلة وبعد شوية اقول اصل الطعوم خلصت وانا مستنى التطعيم التاني. فلازم الجدول الزمني بدقة يكون موجود، والتتابع الكميات اللي هتيجي، وعلى حسب هذه الكميات يتم تطعيم الفئات التي سوف يعني يجوز لها التطعيم في المراحل الاولى. وعلى فكرة زي ما قلت سيادتك بس بين قوسين، هذا ليس الموقف في مصر كله، ده موقف في العالم كله حضرتك. هل بشكلك اذا رجعت مشكورا يا استاذ احمد، انا اسف ان انا قطعت حضرتك. يعني خلي بس حضرتك ان الاف دي اي ده ابروفال الاسبوع اللي فات، لا الاسبوع اللي قبله اللي هو اخر اسبوع في شهر ديسمبر، والبريطانيا خدت قريب من كم يوم وبداوا ايضا. فهي حضرتك دي حاجه جديده وقضيه جديده، وفي اسراع في انتاج التطعيم، فهو ليس تاخير، هو تنظيم وضمان تدفق التطعيم حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع. هل إحنا هيئة الأدوية في مصر إدت موافقة لأي نوع من هذه اللقاحات؟ إدت موافقة فعلاً. أيوة. مظبوط، للطعم الصيني. خد موافقة من الصين اللي هي بلد المنشأ سينوفارم، وخد موافقة من هيئة الدواء المصرية الأسبوع اللي فات السينوفارم. أيوة فهم. نعم، أسترازينيكا هل في موافقة ولا لسه؟ لسه، لأنه لازم يجي الأول سيادتك منه كميات. طبعا بتاع الصيني كان عندنا كميه نقدر نحللها وناخد موافقه. وسيادتك ايضا الصيني اللي هو كان اتعمل عليه تجارب كلينيكيه عندنا في مصر وفي الامارات المتحده والاردن والبحرين. فعشان كده هيئه الدواء كان عندها عينات او كميات من هذا التطعيم، لان في اجراءات معمليه ومختبرات معينه سواء من ناحيه تتاكد من الصلاحيه، خلوه من اي حاجه شوائب او اي شيء، ففي اجراءات يعني بدي مثل يعني بتتبع حتى، وفي مزارع بتتعمل، عشان كده الاختبارات بتاخد لها حوالي اسبوعين ثلاثه،
وخلاص التطعيم الصيني اوريدي خد موافقه هيئه الدواء المصريه. طيب التطعيم الاسترازينيكا هل جالنا منه كميات عشان نعمل عليها هذه التجارب اللي سيادتك بتتكلم عليها او التحليل ولا لسه؟ لا لسه يا فندم، ما اعتقدش انه جه. واول ما هيجي هنعلن، وهتعلن هيئه الدواء المصريه عندما يتم هذا الاختبار. طيب سياده الوزير، ودي حاجه حضاريه جيده جدا ان انت النهارده ما بتاخدش الامور كامر واقع. انت عندك السلطات والقدرات المعمليه والعلميه والفنيه انك تقدر تجيز اي حاجه قبل ما تدخلها وتستعملها المواطن المصري. وهذه نقطه ايجابيه تحسب لنا ان احنا بنحافظ على امان وصحه وضمان اي منتج يستخدم سواء كان دواء او لقاح. يعني اي لقاح هيجي انا لازم اطمن كجهه مصريه على الامن او الامان. انت بتحتاج